ايش ايش يا بابا ايش 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 عليكم الله يسر الامور الله يحفظكم ويبارككم. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ما عمرني كنت نتخيل راسي غادي ندير هذا الفيديو، ولكن الحمد لله على كل حال الوالد ديالي في ذمة الله، إن لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه ويوسع عليه ويرحم جميع المسلمين إن شاء الله يا رب. من خلال هاد اللقطات اللي شفتو قلت لراني ضروري تجمعهم كاملين وتخليهم في هاد الفيديو هذا، باش نبقى نتفكر به الوالد، حيت واخا ما كانش تيهضر في الفيديوهات وجهو كان تيعبر على بزاف ديال الحوايج، والحمد لله ربي كبير. بغيت نشكر كاع الناس اللي وقفوا معايا واللي بقى فيهم واللي صيفطوا لي بزاف ديال التعازي، زعما صراحه كم هائل. بغيت نعرف اش من خير دار الوالد في حياته حتى كتب ليه ربي موته مستوره بحال هادي، وهاد الكم الهائل ديال التعاطف ديال الناس اللي بقى فيهم وترحموا عليه. هادشي تيقيسني بزاف وبكثرة ما تنقرا هذوك الميساجات وانا خاطري تيبرد من الداخل، وهذاك الشيء اللي خلاني ندير هذا الفيديو. قلت حتى نكون مثبت شويه حيت عندي بزاف ما يتقال لكم، قلبي عامر. بغيت نشكر بزاف هاد الناس اللي صيفطوا لي التعازي، لا من قريب لا من بعيد، لهاد المواساة ديالهم اللي بصح قاسني بزاف. والحمد لله الحمد لله على كل حال. ما يفوتنيش انني نقول لكم انه كان تقرا تعاليق ديالكم واحد بواحد، من تيكون شي فيديو هكا في العائله كان تقرا لي كومونتير واحد بواحد، شحال ما كان تقراهم. منين تنجني عنده في العشيه تيجلس حدايا وتيبقى يعاودهم ليا، هو فخور بيا بواحد الطريقة زعما الحمد لله. جازيتوه وخا ما عرفتوش جازيتوه، والحمد لله على كل حال هادشي اللي يقول الإنسان.
ما يفوتنيش انني نشكر الوالده ديالي اللي وقفات مع الاب ديالي الله يرحمه حتى وصلاتو لبلاصتو، على التضحيات ديالها، على كلش. الله يشافيها ويخليها لينا ويطول بعمرها ان شاء الله. وما ننساش نسابي اللي هما ولاو عائلتي، نهار تزوجت ليهم برانيا، نهار تزوجت برانيا ولاو عائلتي، وحنا الحمد لله كيف ما كنتو كتشوفوا كنا عائله وحده وغادي نبقاو عائله وحده. وكنشكرهم على الوقفه ديالهم معنا، وكنشكر الجيران وصحابي لا من بعيد لا من قريب اللي وقفوا معنا، بقى فيهم واثر فيهم الوفاه ديال الاب ديالي، وقفوا معنا زعما صراحه وقفه رجل. و شنو نقول لكم، هذا ان دل تيدل على ان الاب ديالي في احسن بلاصه. اكيد اكيد غادي تسألوا كيفاش توفى الاب ديالي، وبحكم انه هاد المعزه هادي كامله ضروري ما غادي تسألوا هاد السؤال. الاب ديالي في ظرف شهر عرفنا انه مريض مرض سرطان. الله يشافي جميع مرضى السرطان يا ربي من العذاب ومن الالم، يشافيهم ويعافيهم يا ربي. في ظرف شهر طراو بزاف ديال الحوايج باش عرفنا. مشينا لوبيتال ميليتير، كان في ليطاب ديالو الاخرى، ليطاب فينال. كنشكر بزاف من هذا المنبر الطاقم ديال لوبيتال ميليتير اللي وقفوا معنا بزاف، لا بلو سيرفيس لا بالضحكه لا بكل شيء صراحه. في مده شهر بقينا تنديروا لي زاناليز كل شيء. كانت عنده العمليه نهار اثنين، نهار اللي توفى كانت عنده العمليه نهار اثنين. فاش سولناه لافي البارح، سولناه مثلا الحد بالليل، سولناه قلنا لي اختار غنمشيو للطبيب، قال لنا انا معروض عند مولانا الكريم، نتوما غادي تمشيو غير بوحدكم. ووصى على خويا بزاف، وصى خويا فاش كان في فرنسا هضر معاه لحد الصباح، وصاه قال ليه تهلا في خوتك، وهذه هي الوصية ديالو اللي كانت هي تهلا في خوتك وانت سند ليهم بحكم انه خويا الكبير، وبقاو كيف ما كنتو. هادشي اللي كنركز عليه هو انه خصنا نبقاو متحدين. خويا شط الطيارة جا كان يوصل مع العشرة قبل القسمين ديال العشية ديال الليل. الاب ديالي قلت لي راه غادي نمشي نجيب يونس، قال لي تعطلت عليه. وقبل من هادشي كنا هزيناه انا وعمي، زيدناه من بيتو للصاله، هو يغيب كان تيسحبنا تما توفى. منين غوت بابا يانيس بدا تيبكي ويتوا فاق، قال لهم هادي نعمة من نعمة الله، ولد ولدي كيتمشى قدامي، علاش تتبكيو ما تبكيوش عليا انا باقي معاكم. بقيت هكاك، هادشي راه شي شويه قبل ما يموت تيهضر مسكين، بقى تيضحك معنا وتيهضر حتى توفى. هادي نعمة من نعم الله، ولد ولدي حدايا كيتمشى، ما تبكيوش عليا علاش البكا. صافي بقى هكاك، كان خصني ضروري نمشي نجيب خويا من المطار. مشيت جبتو من المطار، قلت لي بابا انا غادي نجيب يونس، قال لي راه تعطلتي عليا. خويا مسكين كاع ما لقاش لي البيي قبل. صافي قطع ديك الساعه، جا في لو جوغ ميم اللي هضر مع الوالد ووصاه فيه، وصل مع العشرة د الليل. مشيت جبتو، منين وصلنا بقى تيهضر معاه، بقى تيقول لي الله عليك وليدي رضى علينا كاملين. جلس معاه ثلاثة سوايع ونص،
وهو يتوف. مات لينا بين يديا انا وخويا الكبير، هزيناه باش نحطوه تما فين توفى مسكين. لا ولادو كاملين كانوا دايرين به، اختي مسكينه ما كانش عندها كيفاش تجي، فاش سمعت الخبر قطعت وصلت حتى لغت ليه، وصلت حتى لغت ليه الحمد لله على كل حال. صراحة مازال ما مطيقش وحق الله، تنكون راه ندخل البيت راهو اللي يحل لي الباب راح يحضر. عندي بزاف ما يتقال لكم، ولكن واخا ندير سلسلة ما يكفيش داك الشيء اللي داخل ودوك الذكريات الجميلة اللي بقات ليا معاها، بقات ليا في بالي. الحمد لله على كل حال، سمحوا لي كنألمكم، ولكن راه ربي اللي عالم، ربي اللي عالم. ايوا كنشكر كل شيء، الزوجة ديالي، العائلة ديالي، الناس، الجيران، كل شيء على المواساة ديالهم، على الوقفة ديالهم معايا. ما بغيت نتسنى حتى شي واحد، ما بغيت ننسى حتى شي واحد. اكيد القنوات اللي ساهموا في نشر الخبر وجمعوا كميه ديال التعاليق هائله ديال الرحمه الواسعه للوالد، واخا قنوات صغار راكم كبار في عيني وفي قلبي، وساهمتوا بزاف واحد الاجر كبير. هادشي اللي نقدر نقول لكم دابا. بغيت هاد الفيديو نديرو وانا متبت شويه صراحه، انا باش نهضر معاكم ماشي باش نبكي عليكم، حيت وصاني باش ما نبكيش صراحة، واخا قاصح ولكن حاول الإنسان يتبت راسو، الموت علينا حق كما قال خويا، راه باقي ما نحسوش بها. أنا الإحساس ديالي الإحساس ديالي وهنني مبقيتش انا هو الصغير، كبرت اللحظة اللي توفى فيها الوالد، كبرت داك الجناح اللي كان ضل لي مسكين، مشى. حسيت براسي كبرت بزاف، حيت هو مسكين اللي كان تيبين لي انني باقي صغير، حتى في المصطلحات باش تيعيط لي تيهضر معايا على اساس باقي صغير. هادشي اللي هضر له، شكرا بزاف، ما بغيت ننسى حتى شي واحد، ما تقلقوش عليا الا نسيت شي حد، شكرا لكل شيء قسما بالله لكل شيء، ما تقلقوش عليا. عائلتي بما فيهم نسابي كلهم عائلتي، انتوما عائلتي، كاع الناس اللي جاوا عائلتي، كلكم عائلتي قسما بالله. واللي تفكروا يترحم عليه، واللي كنتو عزازين عليه واخا ما شافكمش، والله حتى كنتو عزازين عليه. وهادشي اللي يقول الانسان، الحمد لله على كل حال. خوتي الله يصبرنا كاملين، وكنبغيكم، وان شاء الله غادي يبقى مرتاح في قبره حيت غنبقاو ديما متحدين. هادشي اللي شكرا شكرا شكرا، واخا نعيا ما نشكر قلبي كاع ما غادي يبعد، واخا نعيا ما نشكر ما نوفيش ليكم شحال وقفتو معايا كاملين 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 كاملين، كاع اللي ساهموا كاع اللي ترحموا كاع كلهم معاكم في القلب، وكتريحونا من حدي تنقرا في المساجات وانا كنبرد. والله هادشي اللي يقول الانسان، كنحماق عليكم وكنبغيكم بزاف، و الوالدة راه مقصة، غنحاولو أننا
نصبروا راسنا ونصبروا حتى هي على فراقه. هادشي اللي كاين. نتمنى نتلاقاو في شي فرصه اخرى ان شاء الله. و سمحوا لي بزاف قلبت عليكم المواجع، سمحوا لي بزاف. إنا لله وإنا إليه راجعون. رانيا نهار مشات معنا الطبيب قال لي بنيتي مسكينة تكرفصات معايا على هذا. هادي نعمة من نعم الله، الحمد لله ربي كيبغينا. أنه شنقول لكم، أعطانا نعمة ديال الأب ديالي اللي غنبقاو عايشين في رضاه حياتنا كاملة، حيت قال لينا على وليد، حيت قال لينا غادي تعيشو كاملين مزيان، تهلاو في راسكم راكم غادي تعيشو كاملين مزيان. الحمد لله ديك اللحظات الأخيرة اللي بقيتها معاه تتوفى بين يدينا، حنا كاملين دارين به، وداكشي اللي كان تيتمنى. ملي بقيت تنشوف بقيت تنقول اي مسلم يتمنى هذيك الموت. الحمد لله على كل حال، اي مسلم هادشي اللي عطا الله. الجرح ما يبرعش، غيبقى محفور في قلبنا. والرساله اللي بغيت نقول لك بابا الله يرحمك غادي تبقى ديما في قلبي. عندي بزاف ما يتعاود، ولكن شد ان شاء الله صحتي وانا معكم. الله يرحمه مسكين في هذا النهار ولا يوسع عليه. امين. صراحه ما كنتش نهائيا غادي نبان مع ايدياس في هذا الفيديو، ولكن ملي شفتو في هذه الحاله لبست حوايجي وقلت ندي نواسيه، وحيت هو صراحه هو اكثر واحد كان باغي يدير هذه القطعه هذه ويشاركها معكم. وشكر الناس كاملين اللي صيفطونا لي ميساج، حيت راكم عارفين واحد كبر فيه الحال وما قدرش يجاوب الناس كاملين وبقى فيه الحال. سمحوا لي لما جاوبتكمش ربي اللي عالم. الحمد لله قال لك داكشي علاش كندير هذا الفيديو هذا، باش نشكر الناس كاملين. وكنطلب من الناس كاملين اللي كيشاهدونا في اليوتيوب وكيبغيونا ترحموا على شيخي مسكين الله يرحمه في هذا النهار هذه في هذه الليله ديال الجمعه. الله يخليكم لينا. والحمد لله زعما كان واحد الانسان اللي طيب بزاف وكان ما كتسمعوش نهائيا منه العيب، ما كيهضرش بزاف وكيحماق على وليداته وكيحماق مسكين على يانيس. والحمد لله اخر ليله كانت اخر ليله عنده مسكين، كان معاه يانيس، كان مسكين كيجاهد باش ما كيبين زعما كيبينش، حيت راكم عارفين وليدات صغار يفوا كيشوفوا هكا الغوات ولا كيشوفوا شي واحد ماشي هو هذا كيبداو كيبكي وكيحسوا حتى هما مساكن وما كانش كيبين ليه. والحمد لله ما عرفتوش ايه تعاود لكم واحد اللقطه ديال فاش عاودتالي هذيك اللقطه هذيك بزاف بزاف عرفتي كان عزيز عليه يعني بواحد الطريقه طريقه زوينه. ولاد ولادو كاملين صراحه ويانيس هو الوحيد اللي كبر معاه كبر معاه وداكشي. ولاد ولادو كاملين مساكن، كل واحد عطاه سميتو اللقب ديالو. الحمد لله على كل حال، وتجمعوا عليه في العيد. وهداك هداك نصر من عند الله، شاف ولاد ولادو كاملين خلى احسن صوره علينا وحنا خلينا احسن صوره عليه. والنهار اللي كانت عنده العمليه مسكين قال الوالده انا غادي عند سيدي ربي صحيح في صحيح. الحمد لله. ومنين هبطات ليه الغداء قال ليها انا تغديت مسكين، مبقاش ليه بزاف باش يموت، قال لها انا تغديت. لا حول ولا قوه الا بالله، الحمد لله على كل حال. هادشي اللي يقول الانسان. شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم.